الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى مليئة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم، ويسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الشيخ سامي الساعدي، أمين مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية. أرحب بكم شيخ سامي. حياكم الله دكتور، وحيا الله الجميع المشاهدين. يا مرحبا بكم. وقبل البدء أذكر الإخوة الأفاضل بأرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي: 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. كما يمكنكم أيها الأفاضل التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. أيها الأفاضل، قبل أن نشرع في استقبال أسئلتكم، نود أن يحدثنا الشيخ الفاضل شيخ سامي الساعدي على موضوع مهم، وهو موضوع الظلم وموضوع إعانة الظالم والركون إلى الظالم، لأنه قد كثر في بلادنا للأسف وفي كثير من بلاد الإسلام هذا أو هذه الظاهرة أو هذه الكبيرة. وإذا كان الظلم محرما فإن إعانة الظالم كذلك محرمة. سنستعرض إن شاء الله صحبة شيخنا الفاضل الشيخ سامي الساعدي معنى الظلم ولماذا حرم الله الظلم، ونستعرض كذلك مظاهر إعانة الظالم والركون إلى الظالم إلى غير ذلك من المباحث ذات العلاقة. بداية شيخنا الفاضل، لنبدأ بتعريف الظلم، وإن كان هذا يعني السؤال قد يبدو غريبا لكن لا بأس أن نبدأ به. ما معنى الظلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييك دكتور وأحيي كل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طبعا الظلم هو شيء بدهي ومعروف المعنى، ولكن كما درج العلماء قديما وحديثا على تعريف المعاني والحقائق لتتضح صورتها وحدودها في الأذهان، فقالوا في تعريف الظلم: إنه وضع الشيء في غير موضعه. وكذلك عرفوه بأنه مجاوزة الحد، أو هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. هذه كلها تعريفات متقاربة أو متداخلة. هذا هو المعنى العام للظلم. وطبعا يعني حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وحرمه على الناس كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا العدل الذي هو نقيض الظلم، هذا من صفات الباري سبحانه وتعالى، وهو من الصفات التي أمر الناس أن يتخلقوا بها ويقتدوا فيها بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان العدل الذي هو نقيض الظلم مطلوبا طلبا عاما ومطلقا مع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو ومع المسلم والكافر. الظلم محرم تحريما قطعيا لا شك فيه مع سائر أنواع الناس. نعم. والسؤال شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، سؤال الذي أيضا أو سؤالي الذي قد يبدو غريبا كذلك لربما لبداهته، لماذا حرم الله الظلم؟ طبعا أيضا هذا كما تفضل دكتور هو أمر بدهي، لأن قبح الظلم مستقر في الفطر السليمة،
كل صاحب فطرة سليمة وعقل مستقيم يعني يدرك قبح الظلم وشناعته ويدرك حسن العدل، ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لا تحرم إلا ما كان قبيحا وسيئا ومفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، ولا تشرع إلا ما كان خيرا وحسنا ومصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. والأشياء كما هو يعني مقرر عند المحققين من أهل العلم، كل الأشياء فيها إما قبح ذاتي أو حسن ذاتي، وثم جاءت الشريعة لتشرع الحسن وتأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وتنهى عن الفاسد وعن القبيح نهي تحريم أو نهي تنزيه على الأقل. ولكن العقوبة كما هو معلوم ومستقر لا تلزم الإنسان إلا بإقامة الحجة عليه بالنصوص الشرعية وبالأحكام الشرعية التي استقرت وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها الناس وانتشرت فيهم. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم لأنه قبيح، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الظلم سببا للهلاك، يعني هذا من أعظم مفاسد الظلم ونتائجه السيئة، هو أن الظلم كما قال ابن خلدون وغيره يعني مؤذن بخراب العمران، كلما انتشر العدل استقرت أحوال الناس واستراحوا في دنياهم فضلا عن الآخرة التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب العدل والمقسطين بالأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وتوعد الله سبحانه وتعالى الظالمين وقبح من شأن الظلم كثيرا في كتابه، وجاء ذلك أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى إنما يحرم القبائح، يحرم الفواحش، يحرم المضار، يحرم الخبائث، يحرم المفاسد الراجحة أو الخالصة، والظلم واحد منها بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. طيب شيخنا، كما حرم الله الظلم كذلك حرم إعانة الظالم، ونحن الآن نرى مظاهر كثيرة لإعانة الظالم، لكن لا بأس لو تتفضل بذكر بعض مظاهر إعانة الظالم، وتتفضل أيضا بذكر ما توعد الله به الظالم ومن يعين الظالم. الله سبحانه وتعالى كما ذكرت يعني قبح شأن الظلم ونفر منه وحذر منه أيما تحذير. هناك آيات كثيرة يعرفها كل من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن لا بأس أن نذكر أنفسنا ومن يتابعنا ببعضها. الله سبحانه وتعالى نفى محبته للظالمين، وصاحب القلب الحي الذي فيه شيء من الإيمان على الأقل يعلم عظمة هذه العقوبة وفداحتها وشؤمها. الله سبحانه وتعالى لا يحبك أيها الظالم، ماذا بقي لك إذن؟ ولكن صاحب القلب الميت هذا لا يؤثر فيه، لا يعنيه شيء من محبة الله إياه أو بغضه إياه والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية قال إنه لا يحب الظالمين أو والله لا يحب الظالمين. نفى عن الظالمين الفلاح والفوز والنجاح، فقال سبحانه وتعالى مقررا قاعدة ثابتة أصيلة عامة إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة عامة ينفي عنهم الله سبحانه وتعالى الفلاح. وإذا رأى الإنسان عند الظالم شيئا من الانتعاش أو شيئا من الخير فليعلم أن ذلك من استدراج الله سبحانه وتعالى إياه، ثم تكون عاقبته المحق والهلاك والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم، يمد له ويعطيه ويستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نفى الله سبحانه وتعالى كذلك الهداية عن أهل الظلم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وجعل الله سبحانه وتعالى هلاك الأمم وهلاك القرى وهلاك المنازل والأحياء بالظلم، فقال الله سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم. فالظلم كما تقرر مؤذن بخراب العمران. وقد حذر الله سبحانه وتعالى تنبيها بالأدنى على الأعلى كما يقال، حذر من الركون إلى الظالم، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نهى عن الركون، عن الميل إلى الظالم، عن محبته، عن الرضا بظلمه وأفعاله، عن السكوت عليها مع القدرة على إنكارها. هذا كله مظاهر وتفسيرات متعددة غير متضاربة متنوعة ذكرها السلف من الصحابة فمن بعدهم في معنى الركون، الميل أو المداهنة، الإدهان بمعنى المداهنة، أو الرضا بأفعالهم، أو عدم الإنكار عليهم. هذه كلها يعني معاني ذكرت في معنى الركون. فإذا كان هذا الوعيد بمسيس النار والتعذيب بالنار لمن يركن إلى الظالم، فكيف بالظالم نفسه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يعني ليعلم كل من ظلم غيره أن العقوبة ستحل به عاجلا أم آجلا، وأيضا ستحل به العقوبة في الدنيا، لأن البغي وهو يعني بمعنى الظلم أو قريب جدا منه يعني عقوبته تعجل في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة والعياذ بالله. وفي قوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، الذي يركن إلى الظالم هو في كثير من الأحيان يطلب العون من هذا الظالم، يطلب النصرة منه، يطلب الدعم منه. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الراكن إلى الظالم سوف يعاقب بعكس مقصوده. يقرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في ختام هذه الآية، يقول ثم لا تنصرون، إذا ظننتم أن ركونكم إلى الظلمة سوف يكون سببا في انتصاركم فاعلموا أنكم لن تنصروا بذلك، لأنه كما قال أهل العلم العقوبة بنقيض القصد ثابتة قدرا وشرعا. فإذا جاء الإنسان إلى الأمر من غير بابه الصحيح ومن غير مدخله الشرعي فإنه يعاقب بنقيض مقصوده. ولهذا أمثلة كثيرة في الشرع وفي القدر أيضا، إذا طلب الإنسان الشيء في غير وقته أو من غير بابه أو أراد أن يتوصل إليه بالطريق الممنوع فإن الله عز وجل يخذله ويعاقبه بعكس مقصوده. نعم. وأما الأحاديث الكثيرة التي يعني نعم تفضل شيخ تفضل إليك المجال شيخ. نعم يعني التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، اجتنبوه، ابتعدوا عنه، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، في ذلك اليوم الذي سيمر فيه الناس جميعا على الصراط الذي هو فوق النار وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، يمر عليه الناس كلهم والنار تضطرم تحت الصراط، يحتاج الإنسان إلى بصيص من نور، فيحرم الظالم من ذلك النور على حسب ظلمه. ولهذا عندما يمر المؤمنون
الأنبياء ثم الصديقون ثم الناس على مراتبهم من على الصراط وينجون. فإن المنافقين إذا أرادوا أن يمروا يضاء لهم نور بين أيديهم حتى إذا توسطوا الصراط ذهب عنهم ذلك النور وبقوا في الظلمات. ولهذا عندما يرى المؤمنون ذلك يخافون من أن يحصل لهم كما حصل للمنافقين، فيقولون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أي لا تجعلنا كهؤلاء المنافقين المخذولين الذين أضاء لهم النور ثم ذهب عنهم وبقوا في الظلمات. من أسباب الظلام يوم القيامة، والإنسان أحوج ما يكون إلى النور، هو الظلم، لا سيما الظلم لغيره، لأن الظلم الذي بين العبد وربه فيما عدا الشرك يعني قد يغفره الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بلحظة توبة، باستغفار، بندم، بعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. الله سبحانه وتعالى يعني إذا استغفر الإنسان وتاب يعني يغفر له ولا يبالي. ولكن حقوق العباد عظيمة، حقوق العباد لا، الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها إلا إذا عفى صاحب الحق يعني في الغالب. ولهذا حتى الشهيد، وما أدراك ما منزلة الشهيد الذي يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى ويجود بنفسه في نصرة الدين، لا يعفو الله عنه في أمر حق العباد. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب إلا الدين، لأن الدين متعلق بحق من حقوق العباد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله فتبنى على المسامحة، الله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز لمن شاء سبحانه وتعالى، إلا الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء التحذير من دعوة المظلوم على الظالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن وفيهم أهل الكتاب، قال يعني فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن جاء ذكر الزكاة فقال واتقي فإياك وكرائم أموالهم، أي شياههم أو أنعامهم النفيسة عندهم والتي تتعلق بها نفوسهم والغالية، يعني اتقها ولا تأخذها لأن ذلك من الظلم. قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية صححها بعض أهل العلم وإن كان كافرا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يظلم الكافر أيضا فضلا عن المسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من عاقبة الظالم يوم القيامة، المعتدي على غيره، المعتدي على غيره بالضرب، المعتدي على غيره بالشتم والقذف، المعتدي على غيره بالقتل، المعتدي على غيره بأخذ المال بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يوم القيامة من جاء بصلاة وصيام وزكاة، وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهذا يعني له نصيب من قوله تبارك وتعالى عاملة ناصبة، أن يعني الإنسان يعمل الصالحات، يتصدق ويصوم ويزكي ويحج ويصلي، ثم لا يجد ذلك في صحيفته التي سيجازى عليها يوم القيامة، بل يجد ذنوبا لم يرتكبها في الحقيقة، وإنما ذلك بسبب الظلم الذي يعني يفني حسناته وتكون من نصيب غيره أداء للحقوق، لأن الله سبحانه وتعالى العدل
الذي لا يظلم مثقال ذرة، فإن أخذ الحق كاملا في الدنيا فبها، وإلا فإن هناك يوما يقاد فيه للشاة الجلحاء من الشاة للشاة القرناء من الشاة الجلحاء. الله سبحانه وتعالى يعني يأخذ الحق للشاة التي لا قرون لها، إذا اعتدت عليها شاة قرناء ذات قرون فنطحتها أو آذتها، فإن الله سبحانه وتعالى يقتص حتى للبهائم يوم القيامة قبل أن يجعلها ترابا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أحسن الله إليكم شيخنا. عفوا، يعني هل من إعانة الظالم؟ الآن كلنا سمعنا بهذه الجريمة النكراء التي وقعت في منطقة الأبيار في بقرب البنغازي، ومن قام بها لا شك أنه ظالم، لأن كما في كريم علمكم من 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 أعتى أنواع الظلم حرمان النفس من روحها التي متعها الله بها. لكن تجد كثيرا من الناس يدافعون ويبررون لهذه الفعلة الشنعاء، ويبررون للظالم في شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات. هل هذا داخل في إعانة الظالم؟ طبعا أنا كنت سأذكر هذا في مظاهر الإعانة على الظلم، أو في أخطر أنواع الظلم في الحقيقة والإعانة عليه، هو إزهاق النفس بغير حق، لأن قتل النفس بغير حق هذا من أعظم الذنوب، ويأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض أهل العلم من السلف فمن بعدهم نقل عنهم أن القاتل عمدا لا توبة له، والسبب في ذلك أنه لا يمكن تداركه. إذا أراد الإنسان أن يتوب من أخذ مال مثلا، فإنه يمكن أن يعني يرد المال إلى صاحبه أو يتصدق به عنه، ولكن إذا اعتدى على نفس محرم قتلها فكيف يتوب هذا؟ كيف يرد الحق إلى صاحبه؟ يعني إنما يكون ذلك يوم القيامة عندما يجيء المقتول تشخب أوداجه دما ومتعلق بتلابيب قاتله، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. يعني الأمر يعني سهل التدارك بالتوبة الصادقة وبرد الحقوق، لكن في مسألة الدماء هو من أخطر الأمور. فالإعانة القاتل على قتله بالدعم المادي أو بالدعم بشتى أنواع الدعم يكون شريكا له في الجريمة. ولهذا قطاع الطريق يعني يؤخذون بقتل النفس إذا تمالؤوا عليها. وقد جاء عن سيدنا عمر كما هو معلوم وثابت أنه قال: لو تمالأ عليه في رجل قتل، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وتقرر عند أهل العلم أن حكم الردء حكم المباشر الذي يعين القاتل، يعني له نفس الحكم، وطبعا له نفس الحكم في الخير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن أعان على سفك الدم الذي حرم الله سبحانه وتعالى سفكه، فإنه يكون شريكا في هذا الوزر. التأييد والتحريض بالكلام على هذا القتل والاعتداء على الأنفس المعصومة، هذا يعني اشتراك في الجرم ولا شك، بل إن السكوت مع القدرة على الإنكار هو اشتراك في الجرم أيضا، لأنه قد ذكرنا أكثر من مرة كما ذكر أهل العلم، وهذا كلام أهل العلم وليس كلامنا، أن يعني الترك فعل في القول الأصح. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني جعل من خصال الإسلام، وخصال الإسلام أعمال موجبة يعني إيجابية ليست عدمية. يعني أعمال الإسلام التي يزيد بها الإيمان يزيد بفعلها وينقص بتركها، منها كف الأذى. إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فأنت قد أتيت خصلة عظيمة من خصال الإسلام. نعم، أحسن الله. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما نعى على بني إسرائيل عدم النهي عن المنكر. تفضل. عفوا، نستأذنك لاستقبال بعض الأسئلة من الإخوة المستمعين والمشاهدين. الأخ محمد من بنغازي، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. والله يا شيخ عندي ثلاث اسئله خارج الموضوع شويه. السؤال الاول يا شيخ، نبي اسال عن حكم المقتنيات، مثلا المقتنيات اللي تحوي علم الصليب، مثلا على سبيل المثال مثلا سياره صفر ليت مثلا. نعم صفر ليت. ونبي نقيس عليها طبعا صفر ليت كمثال، لكن في الحياه بصفه عامه الصليب يعني قاعد واجد. نعم هذه حاجه. الحاجة الثانية نبي الشيخ يتكلمنا عن الزهر بالمعصية، في ناس تتفاخر أشياء. نعم. والقزع، القزع اللي هي حلق بعض الشعر وترك بعضه يا شيخ. الله طيب 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 إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. نعم من معي؟ طيب الأخ محمد من ترهونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد. حياك الله دكتور فاضل، حيا الله شيخ الكريم. الله يحييك يا اخي الكريم، تفضل. بالله عندي ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت. تفضل. السؤال الاول يا شيخ، في صلاه الفريضه اذا نسي الانسان سجده اتى بواحده ثم وقف قام واقفا، يعني ما جابش الثانيه، كيف طيب يجبرها ولا؟ طيب طيب، نعم سؤال ثاني. السؤال الثاني مسألة اللحية يا شيخ، هل مسألة؟ مسألة الراجح، الكلام الراجح في اللحية يا شيخ. طيب اللحية، طيب. طيب. والسؤال الثالث يا شيخ، مدونة الفقه المالكي للشيخ صادق. نعم. هل تعتقد هي أفضل الكتب للمبتدئين تو في الفقه المالكي على السلاحة ولا في أفضل منها مثلا للمبتدئ؟ طيب تسمع الإجابة بإذن الله. الاخ عبد الفتاح من طرابلس. السلام عليكم دكتور فوزي. وعليكم السلام، مرحبا استاذي، تفضل. حييكم حي فضيله الشيخ سامي وبارك الله فيك. الله يحييك يا استاذي، تفضل. تمام طيب بارك الله فيك. تتكلمون عن الظلم طبعا. نعم. وما اكثر الظالمين في بلادنا على كل حال. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وهدل ذلك كما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، سكنوا في مساكنهم وظلموا مثلهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم نعم للاسف. ان الدم في ليبيا اصبح رخيصا، وهناك حديثان شريفان: لا زوال الدنيا ولا عدم الكعبه. نعم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون، وهناك من يتلذذ بالقتل، والله العظيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني يقتل جهارا نهارا وكانه لا يعلم ان الله يراه ويسجل عنه. نعم وهذا صحيح. من ضعف الايمان، ونسال الله ان يهدي الجميع وبارك الله فيكم. امين، جزاك الله خيرا، شكرا سعد فتح، شكرا. نعم نعم. من الاخ؟ طيب الاخ اسامه طرابلس. نعم الاخ اسامه من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله شيخ سامي. مرحبا يا اخي اسامه، تفضل. شيخ فوزي، الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الحكمه بعض الاخوه يقولوا على مشايخنا ويخبرهم بانهم بالاسلام السياسي. الاسلام هو اتى بالسياسه هذه اللي هي ماخوذه تقريبا من الحكمه، يعني شيخ فوزي اللي هي تاخذ الشخص بيده، يعني بتقول له ان هذه خير وبتدله وبتجيب للحكم يعني بتدله. احنا نقوله بالسياسه يعني، حتى كلامنا لما واحد تلقاه يتعنت يقول لك، يقول توجيه بالسياسه بالطريقه هذه. نعم. فالوصف هذا اللي وصف به هو يعني بامانه، يعني لما نقول لك ان مشايخنا ونزكينا مع الله اهل العلم اهل الدين يعني. نعم صحيح. فما نعرفش الوصف هذا، فبالله يزيد يوضح لنا الشيخ سامي يعني باذن الله. تسمع الاجابه يا اخو اسامه. نعم. من معي؟ الاخ علي من؟ الاخ علي من درنا، تفضل اخ علي. اخ علي من درنا. نعم طيب، من معي اخر؟ طيب شيخنا نبدا، بارك الله فيكم، ربما استوفينا. هو يحتاج موضوع الظلم واعانه الظالم والركون اليه الى محاضرات ودروس، لكن لعلنا بعثنا باشارات الى الساده المستمعين والمشاهدين. لنبدا شيخنا في الاجابه على اسئله المتصلين. الاخ من محمد بن غازي يسال عن حكم المقتنيات التي تشتمل على صليب، وضرب لذلك مثالا بسيارة شيفروليت، يقول بأن شعارها يشبه الصليب، ويقول غير ذلك، غير سيارة شيفروليت، فيه يعني بعض الأشياء قد تكون فيها إشارة صليب. يسأل عن حكم اقتناء مثل هذه الأمور أو مثل هذه الأشياء.
نعم طبعا الصليب هو في الأصل هو شعار الكفار من النصارى الذين يعتقدون أن المسيح عليه السلام عيسى على نبينا عليه السلام قد صلب، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك في القرآن، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن المسيح صلب ولا كان مكذبا بالقرآن. نعم. ولا يجوز أن يحمل هذا الشعار. ولكن أريد أن أنبه إلى أمر، أحيانا نشعر أن هناك مبالغة أو كما نقول نحن بتعبير يعني دارش، حساسية زائدة من أي تقاطع خطين يعني. نعم. مثلا نعم شيخ سامي، نعم 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 نحن في الاستماع إليكم شيخ سامي. نعم يعني نعم حتى يعود إلينا الشيخ سامي، انقطع الخط في الاتصال معه. كنت سألت عن حكم المقتنيات، وسؤال الأخ محمد بغازي عن حكم المقتنيات التي فيها إشارة الصليب، وأجاب بأن من عقيدة الإسلام عدم اعتقاد أن المسيح عليه السلام قد صلب. نعم. طيب الأخت، نأخذ اتصال من الأخت أمال من طرابلس. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي أمال، تفضلي. يا شيخنا والله المأساة متاع الشرق يعني والجثة اللي رأيناها أثرت فينا هلبة، لكن إحنا إذا سمحت بمشاركة بسيطة. تفضلي. يعني والله دم الناس هي مش في رقبة قاتليهم بس، مش في رقبة الناس اللي قتلتهم بس أو تمالعت على قتلهم أو اللي كانوا راضين بمشروع الكرامة. نعم. دمهم يتحملوه حتى أهل فبراح اللي يشبهوا بعين يعني متفرج اللي صاير في المنطقة الشرقية، ومعناها وما قدموش الدعم أو الإعانة أو الغوط لإخوانهم. الآن يا شيخ لو سمحتوا لي بس شوية. نعم. فيه يعني فيه شبه مؤامرة كثير، يعني خاصة في مصراتة بالذات، يعني عارفين أن مصراتة وعارفين دورها ووضعها في البلاد، لكن فيه مؤامرة من بعض المجموعات يعني اللي صاحبة القرار تعتبر في مصراتة على مصراتة نفسها وعلى معناها فبراير بالكل. بالخذلان هذا والتفرج، وترك يعني اهل فبراير يموتوا ويبيعوا واحد ورا الثاني، او يعني المشاركه في قتلهم بالصمت، وترك يعني قتلهم حد ثاني مش بايدهم هم، لكنهم فاضيين عن الموضوع هذا، وفي مشاركه بالصمت هذايا وفي تواطؤ من تحت الطاوله اذا كان باين او مش باين. معلش اذا سمحت لي حتى بعدين اللقطه او الفكره اللي داروها هي تنفيذ الترتيبات الامنيه نتاع باولو سيرا ان سحبوا قواتهم من كل الامكانات يعني ليبيا، وكل مره كانوا باش يحكتوا دوار مفرده نفسهم يتحججوا بان لا لحرمه الدم ولحقر الدماء ولما نعرف شنو، وكانوا فقط ان يحطوا فيهم تحت الاقامه الجبريه او تحت معناها بحيث انه ما يكونش عندهم دور ويحصلهم فيها بجرعه جرعه وبالسهل من غير ما يحسوا ان فيهم نفس عليهم يعني دوار مفرده، وتدريجي داروهم خلقوا لهم عدو ثاني وخلوهم يعني يفجر عندهم وكرهوهم في جهه الشرق ويقولوا لهم هذا اللي كنتوا تساعدوا فيهم او شوفوا شنو يديروا. فيعني هم من تحت متفاهمين حتى مع حفتر تحت متفاهمين طبعا، وهم يعني يعطوا في الاكسجين للمجلس الرئاسي، السراج ما يعيشش من غيرهم، اذا هم يلحقوا الاكسجين حيموتوا ما عادش ما حيستمر. نعم. في مؤامره زي ما كانت مصراتة هي رقم واحد في فبراير، هي الان راهي تعمل من تحت القيادات الامنيه والمجلس البلدي وغيرها من مش معروفين، حكومه خفيه في مصراتة هي اللي تعمل على دمار ليبيا من تحت. الله مسعى على اختام لازم ينتبهوا للثوار وخاصه في مصراتة. ان شاء الله يعني مصراتة ستكون باذن الله اختام على البلاد وربكم فاهم. بارك الله فيك الاخت امال من طرابلس، لكن ان شاء الله مصراتة ستكون عصيه على من يريد الكيد لها. الاخ مصباح، الاخ مصباح من غريان. مساء الخير يا شيخ فوزي. تفضل يا اخ مصباح، مرحبا بك يا اخي. مساء الخير، نحييك ونحيي الشيخ سامي. نعم يا شيخ فوزي. نعم. اليوم سالتك عن الدسكه والواحد والشريط والواحد. نعم نعم. والشريط والواحد والدسكه والميموري. نعم. ولا القرايه معاهم يعني. لا هو الشيخ اجابك في ذلك اليوم اخ مصباح وقال لك بان لا ما يهمنيش الا تمسكهم ولا تقرا منها مثلا مختارك. ايه ايه هو قال لك بان يختلف الامر اذا كان طهاره صغرى او طهاره كبرى. يعني مش اسمع سمع. لا اذا كان طهاره صغرى السمع لا باس به، هو قال لك، لكن يتكلم على القراءه، اذا كانت طهاره صغرى يجوز. عفوا بس إذا كانت طهارة صغرى يجوز لك أن تقرأ، وإذا كانت طهارة كبرى يمكن تمرر على قلبك دون أن تقرأ، لأن يحرم على الجنب خاصة
ان يقرا القران حتى من 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 معنا نقول احنا من راسه. شو سؤالك يا اخ مصباح؟ تسمع الاذان من الراديو ولا التلفزيون هذا تقروه ولا ما؟ طيب باذن الله تسمع الاجابه. طيب طيب الاخ علي من درنا المكالمه الاخيره تفضل. الاخ علي تفضل من درنا. مرحبتين يا استاذ محتا. مرحبا بك يا اخي تفضل. يا شيخ النبي يعطينا مساحه شوي معلش. تفضل. هي نبي نسال علي اهل تورغا بالضبط. نعم. هل تهجيرهم من بلادهم حوالي 100,000 نسمه احياء يرزقون يهجرون في مدن ليبيا. نعم. من مده 7 سنوات توا. نعم. وما اخذوش مساحه في القنوات الاذاعيه كلها علشان تفهيم الوضع بتاعهم. فيهم شداد فيهم ناس قاصرة ومش تاخذ مساحة، ولكن كل القنوات دائما إلى اليمين أو إلى الشمال وتترك المظلمة في جهة، مع أن هناك مظلمة في نفس الجهة الأخرى. طيب. نفس الموعد. طيب. أرجو أن تعطوا أهل تورغة حقها، لأن دعاء قلنا دعاء المظلوم ما بيناش وبين الله حائل. طيب. ربما سبب من نحن فيه. نعم. هو دعاء اهل تورغا اللي دمر ليبيا دمر البلاد. طيب تسمع الاجابه من الشيخ اخ علي ان شاء الله باذن الله. نعم. نعم طيب شيخ سامي كنت تتحدث عن اجابه الاخ محمد بغازي عن حكم المقتنات التي تحوي شعار الصليب، وذكرتم بانه في البدايه من مما يجب اعتقاده على المسلم عدم صلب المسيح عليه السلام. ثم نعم تفضل شيخ. شيخ سامي نعم. نعم وذكرت ربما الصوت انقطع لا أدري. نعم. نعم ذكرت أيضا أنه لا يجوز حمل شعار الكفر، ومنه هذا الصليب. الصليب شعار من يعني هو من شعار أهل الكفر النصارى الذين يعتقدون هذا المعتقد الباطل. ولكن ذكرت أنه أحيانا نجد بعض الحساسية الزائدة ربما من أي تقاطع خطين يعتبرونه يعني صليبا، وليس الأمر كذلك في الحقيقة، وإلا لا تركنا أو لكسرنا أو لطمسنا كثيرا مما نراه اليوم. أي مجرد أي خطين يتقاطعان نقول هذا صليب، لا ليس الأمر كذلك. ولكن هناك يعني علامات يعني تقاطعية إذا صح التعبير تشير إلى هذا الصليب الذي أصبح شعارا للكفر، فلا يجوز حمله ويجب نقضه أو طمسه أو كسره ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ محمد أيضا بغازي يسأل عن حكم الجهر بالمعصية. طبعا المعصية إذا كان لها حجم معين ودرجة معينة في سلم المخالفات الشرعية فإن هذا الحجم يزداد ويعظم ويكبر بالجهر بها، لأن المجاهرة بالمعصية يعني تدل على شيء من الاستخفاف بالذي حرمها والله تبارك وتعالى، وتدل على قلة الدين وقلة المبالاة بالشرع. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الله سبحانه وتعالى يستره قد يأتي بمعصية مثلا في بيته أو في الليل ولا يدري به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يصبح يهتك ستر الله عليه أو يفاخر بها أو يعني يتفاخر بها ويراها من خصال الرجولة أو من خصال يعني الفحولة أو نحو ذلك. هذا مما يزيد من إثم المعصية ودرجة المخالفة فيها. نعم. والله تعالى جزاك الله خير. أيضا يسأل عن يقول حلق بعض الشعر وترك بعضه، شعر الرأس يقصد ذلك، ما حكم ذلك؟ نعم هذا ممنوع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رأس صبي قد حلق بعضه وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني وهو أيضا فيه شيء من التمثيل والتشويه لشكل الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. بارك الله فيكم. تعالى. الأخ محمد بن ترهونة يسأل يقول إذا نسي الإنسان سجدة في صلاة الفريضة وقام للركعة التي تليها واستمر في صلاته، كيف تجبر هذه الصلاة؟
نعم، هذه ذكرها العلماء وفصلوها وبينوها بيانا شافيا. نعم. ومدار هذا باختصار، يعني إذا نسي الإنسان سجدة من ركعة ثم قام إلى الركعة التي بعدها، فإذا تذكر أنه نسي تلك السجدة قبل أن يرفع من ركوع الركعة التي بعدها، فإنه يرجع إلى 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 إذا كانت السجدة الأولى ينزل إلى السجدة على طول، وإذا كانت التي نسيها السجدة الثانية فإنه يجلس أولا ثم يسجد السجدة الثانية من الجلوس، يعني لابد أن يأتي بحركة الحركة للسجود يأتي بها. هذا إذا تذكر السجدة التي نسيها تذكرها قبل رفعه من ركوع الركعة التي بعدها. لكن إذا هو لم يتذكر إلا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة التي بعدها فإنه لا يرجع إلى تلك السجدة التي نسيها، ويلغي الركعة التي نقصت سجدة ويجعل التي بعدها مكانها. يعني إذا كانت السجدة المنسية هي من الركعة الأولى فيلغي الركعة الأولى، تصبح الركعة الثانية هي الركعة الأولى، وهكذا يكمل صلاته. وإذا كانت نتيجة هذا الإصلاح يعني أن اجتمع فيه نقص وزيادة فإنه يسجد قبل السلام. نعم، بارك الله فيك. وإذا كان يعني نتيجة هذا الإصلاح زيادة فقط فإنه يسجد بعد السلام، كما هي القاعدة عند علمائنا، الزيادة يعني الزيادة السهو يسجد لها بعد السلام، والنقص يسجد قبل السلام، واجتماع النقص والزيادة في الصلاة يسجد سجدتي السهو قبل السلام، والله تعالى. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن مسألة اللحية لعله يقصد حلقها، ما هو الراجح في ذلك؟ الراجح في حلق اللحية أنه محرم، وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء وجمهور أهل العلم على تحريمها للنصوص الواردة في النهي عن حلقها. هناك قول آخر يعني مرجوح وقال به قلة من أهل العلم أن حلقها يكره تنزيها ولا يحرم، لكن جماهير أهل العلم والنصوص يعني ظواهر النصوص مع قول جمهور أهل العلم بتحريم حلقها. طبعا إذا اضطر الإنسان أو كان عليه ضرر في تركها في ظرف معين أو في هذا أمر آخر، ولكن نحن نقرر أصل الحكم وهو التحريم على ما قاله جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن كتاب مدونة الفقه المالكي لفضيلة الشيخ الصادق، يقول هل هو أفضل الكتب للمبتدئ في فقه المالكية أو غير المبتدئ؟ الحقيقة أن كتاب المدونة في رأيي وحسب ما رأيت من أفضل، لا أستطيع أن أجزم أنه أفضل كتاب، لكنه من أفضل ما ألف في الفقه المالكي، بل وفي الفقه المقارن بالنسبة للطبعة الجديدة، الطبعة الأخيرة التي هي من 5 مجلدات، فيها في الهامش أيضا مذاهب العلماء المذاهب الأخرى الثلاثة، وبصورة ميسرة ومختصرة ومع شيء من الاستدلال. وميزة المدونة هي أنها سهلت الفقه المالكي. إذا أردت أن ترجع إلى المراجع القديمة والحواشي والمتون فهذه يعني يصعب على كثير من المبتدئين، بل ربما حتى بعض المتوسطين أن يدخلوا فيها ويستخرجوا يعني أو يفهموها إلا يعني بالتلقي عن العلماء أو السماع من العلماء. ولكن ميزة المدونة هي أولا تسهيل الفقه، ثانيا فهرست هذا الفقه، لأن المدونة فيها فهرس في آخرها يسهل عليك الرجوع إلى الموضوع، لأن كثيرا من كتب الفقه المالكي وغيره في الحقيقة تجد أن المسألة مبعثرة يعني متناثرة في مواضع مختلفة، وقد يغيب عنك بعض المواضع التي لا يظن أن المسألة موجودة فيها، لكن هذه الفهرسة تسهل لك الرجوع إلى المسألة التي تريد أن تدرسها. الميزة الثالثة في المدونة هي يعني التدليل على الفقه وتقوية الأقوال القوية من حيث الدليل، والتي ربما من ناحية المذهب أو علماء المذهب يعني قد تضعف في فترة من الفترات، أو يعني لا يطلع بعض أئمة المذهب وعلمائه على أدلتها فتكون مرجوحة مذهبيا لكنها قوية يعني من حيث الدليل،
فسماحة المفتي بارك الله فيه يعني شهرها وأظهرها ودلل عليها وجعلها على الأقل قولا يعني له وجاهة من حيث قوة الأدلة. فالحقيقة أن المدونة من أفضل ما يدرس في كتب الفقه المالكي للمبتدئ وما فوقه أيضا بقليل يعني. والله تعالى جزاك الله خيرا. الأخ أسامة من طرابلس هو يقول إذا تلا قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثم يقول بأن البعض يعني يجادل في علمائنا ويصفهم بما يصفهم الغير بالإسلام السياسي وكذا، فيقول بأن أليس أيضا السياسة من الحكمة التي الواردة في هذه الآية أو شيء من هالقبيل يعني؟ نعم الحقيقة مسألة السياسة ومحاولة فصلها عن الدين هذه يعني ما معروف يعني مسلك معروف وهو المسلك العلماني أو يعني نعم المسلك العلماني الذي يريد من أحكام الإسلام أن تختص فقط بأمور التعبدات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وربما شيء من قوانين الأسرة أو أحكامها، أما أمور العلاقات الدولية وأمور الاقتصاد وأنظمته وكذا لا يريدون لدين الله سبحانه وتعالى أن يتدخل في هذه المسائل. نعم المساحات المباحة في باب السياسة وفي باب الاقتصاد أوسع من مساحات العبادة لا شك في ذلك، ومدارها يعني في أغلبها على المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة، لكن مقاصد الشريعة ليست كلاً مباحا يخوض فيه الصحفي ويخوض فيه المغني ويخوض فيه العامي، لا يعني كل شيء يرد إلى أهله، وأيضا على الفقهاء حتى يفصلوا في مسألة سياسية أن يرجعوا إلى أهل الخبرة في ذلك المجال كما تفعل المجامع الفقهية في كثير من المجالات الآن. إذا أرادوا أن يفتوا في مسألة في الطب يكون معهم في مناقشاتهم وعروضهم مجموعة من الأطباء أو المختصين، كذلك في جوانب الحياة الأخرى، ولكن لابد أن تكون الكلمة العليا لله تبارك وتعالى ولشريعته ولا يترك يعني لأهواء الناس. فالكلام في القرآن الكريم فيه آيات تتكلم عن العلاقات الدولية وعن المعاهدات في السلم والحرب، وهناك آيات تتحدث عن المعاملات المالية كما هو معلوم، آية الدين هذه أطول آية في القرآن تنظم لنا أمرا مهما من أمور المعاملات المالية التي تكثر فيها الخصومة في دنيا الناس. نعم. جحد الحقوق وجحد الديون والرهن وغير ذلك، العلاقات الدولية متى نسالم ومتى نحارب، أخلاقيات الحرب، الهدنة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه كلها علاقات دولية يعني سياسة. نعم. في صلب السياسة الله سبحانه وتعالى يعني شرع لنا أن ندافع عن ديننا وأرضنا وأعراضنا، وقال كتب عليكم القتال يعني كما قال كتب عليكم الصيام يعني. نعم. هذا مفروض وهذا مفروض من الله سبحانه وتعالى. نعم. ففكرة الفصل هذه فكرة دخيلة على مفهوم هذا الدين الشامل والله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. الأخ مصباح مغريان يسأل عن حكم حكاية الأذان إذا سمع من الراديو ومن التلفزيون، هل يحكى الأذان إذا سمع من الراديو ومن التلفزيون مثلا؟ والله الحقيقة هذا يعني في خلاف بين أهل العلم المعاصرين، هناك من يقول إنه يأخذ نفس حكم الأذان وهناك من لا يجعله أذانا حقيقة. نعم. ولكن يعني إذا حكاه الإنسان يعني اعتبارا بأصله وبأنه في حقيقته أذان عرفا ولغة وهو يعني منقول عن الأذان الشرعي فإن هذا لا يضره إن شاء الله، وفي النهاية ذكر وقال بعض أهل العلم بذلك. نعم. والله تعالى بارك الله فيك. شيخ أيضا وردني سؤال إن كنت فهمته، يسأل عن بيع رصيد البيانة، يعني يكون الإنسان يحصل على رصيد بمئة دينار مثلا ثم يبيعه بتسعين، إن كنت فهمت هذا السؤال، يعني هل يجوز ذلك أم لا؟ كيف لو تعيد السؤال دكتور؟ هو أنا يبدو أني نفسي لما أفهمه يعني يقول بأنه يتحصل على رصيد لبيانة أو غير لبيانة مثلا بمئة دينار يرسله له ثم يقوم ببيعه ربما لغيره بتسعين دينار مثلا. الله أعلم، جوابي له أن أقول الله أعلم. جزاكم الله خير إن شاء الله، حتى نتبين السؤال أيضا إن شاء الله من الإخوة ثم نعيده. لعلنا نختم بسؤال الأخ وإن كان بقي دقيقة. شيخنا الأخ علي من درنا يقول بأن ما
مأساة أهل تورغا في بلادهم لم تأخذ مساحة إعلامية في كل القنوات، لعله يشير بذلك إلى قناتنا هنا، هل هذا صحيح؟ هل لم يتكلم علماء البلد عن مأساة أهل تورغا في السابق؟ والله يعني تكلم يعني علماؤنا وتكلمت بعض القنوات في ذلك. ربما الأخ يرى أن أهل تورغا يعني ما زال هناك مظالم لم تعطى حقها من التغطية، فالمظلوم سواء كان من تورغا أو من طرابلس أو من درنة أو من بنغازي أو من سبها أو من أي منطقة، يعني أنا كتبت على صفحتي حقيقة يعني حول قوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون، وقلت هذه قاعدة قرآنية عامة لا محاباة فيها، سواء كان المظلوم من تورغا أم من مصراتة، من طرابلس أم من الزاوية، وذكرت مناطق من بينها تورغا. فإذا حابينا في مسألة الظلم أو حابينا في مسألة العدل وإقامته خرج عن كونه عدلا، يعني العدل أن تعامل الناس سواء في حقوقهم، يعني لا تظلمه حقه لأنه من الطرف الفلاني أو لأنه، يعني نحن قلنا حتى الكافر يحرم ظلمه، فما بالك بالمسلم. ولهذا يعني أهل تورغا وأصحاب المظالم فيها من حقهم أن يرفعوا أصواتهم بمطالبتهم بحقوقهم، ولكن الذي وقع في جناية أو اعتدى يعني فهذا لابد أن يلقى جزاءه، يعني مسألة الدماء ومسألة الممتلكات وهذه إلا إذا عفى صاحب الحق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الحق في العفو، فله أن يعفو مثل ولي الدم مثلا، إذا أراد أن يعفو فله ذلك، ولكن إن أراد إقامة القصاص على قاتل وليه فلا يملك أحد أن يصادر منه هذا الحق. ولكن يعني أنا مضطر أن أقول هذا، وربما في بعض المناقشات قلت هذا من فضل الله سبحانه وتعالى في بداية يعني الثورة في 2011-2012، يعني وقفنا مع بعض إخواننا من أهل تورغا في مخيماتهم في طريق المطار وغيره، ودخلنا وأدخلنا يعني فريقا من الشباب هناك ووقفوا معهم وساعدوهم، ونحن يعني من فضل الله لا نغمط أحدا حقه سواء كان من تورغا أو من كيكلا أو من المشاشية أو من مصراتة أو من سبها أو من أي يعني من أي جهة كانت. ولكن لابد من التنبيه أن هناك يعني بعض الأطراف لا سيما الدولية تجعل من هذه الملفات يعني تكأة وذريعة لفرض يعني سياسة معينة أو لفرض أجندة معينة. هذا ما لا نريده سواء من هذا الطرف أو من ذاك، ولكن كل مظلوم في بلادنا من حقه أن يطالب بحقوقه وأن يطلب أن ترد له حقوقه، إن كانت أخذت منه حقوق مادية أو حتى معنوية، من حق المظلوم أن يرفع صوته بالمطالبة بحقه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ سامي السعدي أمين عام مجلس البحوث والدراسات الإسلامية والدراسات في دار الإفتاء الليبية على ما تفضلتم به، والشكر موصول لكل من قام بإخراج هذه الحلقة وبثها على الهواء مباشرة، كذلك الشكر لكم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، حتى نلتقي في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومستفت الحيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا.